برنامج كامتازيا أشهر وأضخم برنامج مونتاج واللي رح أشرحه بالتفصيل من خلال سلسلة دروس سهلة ومبسطة. اليوم رح أعرفكم من خلال هذا البرنامج كيف نعمل مقدمة لفيديو إن كان مشروع طالب ترجمة فورية أو سمع بصرية أو أي حدا حابب يعمل مقدمة لفيديو بطريقة احترافية. بس قبل خليني رحب فيكم بقناة كاتبة أكاديمي. إذا استفدتوا دعموني بسبسكرايب ولايك وكومنت ويلا نبلش. هلأ فتح معي برنامج كامتازيا، هاي هي الواجهة، كتير سهلة وبسيطة. أول ستيب رح أعمله هو أنه رح استورد الملفات اللي رح أشتغل عليها Import Media، بعدين بختار الملفات اللي رح أشتغل عليها، بعمل Shift بحددهم كلياتهم، بعدين Open. هون نزلوا كل الملفات اللي أنا رح أشتغل عليهم وأعمل إنترو أو مقدمة لمشروع معهد عالي للترجمة لطالب ترجمة سمع بصرية أو فورية. نزلت من خلال ملفات فيديو، فنزلت هون الفيديوز لحال والصور لحال هون مثل ما شايفين. أول تراك بحمل الفيديو هيك وبنزله، بحطه بالتراك 1. طيب خليني اعمل له كوبي كمان هون، كوبي بيست لحتى يتكرر. شوفوا هيك انا عم حركه بالماوس. شوفوا هلا رح اعمل بلاي. تاني ستيب رح نزل ايقونة وزارة التعليم العالي بسوريا، بما انه مشروع لطالب ماجستير، فبسحب الصورة وبحطها بالاعلى هون بالزاوية او هون مثل ما بتحبوا. انا بفضل حطها هون، فيني صغيرها وكبرها. شوفوا هاي الحدود، يفضل نصغر اللوجو، يعني ما كتير نكبره هيك، لا بنعمله مثلا هيك مناسب. تمام، بما انه لوجو هو قصير يعني بيخلص هون، فنحن فينا شوفوا نسحبه لاخر الفيديو، هيك بيغطي اللوجو طول الفيديو. هلا خلصنا من الفيديو وخلصنا من اللوجو، بنجي على انه كيف نكتب على الفيديو وننزل جمل وعبارات خاصة بالمشروع. اول شيء بنروح على annotations، نكبس عليها. هون عنا اشكال كتيرة، عنا هذا الشكل، عنا هذا الشكل، عنا أشكال كتير، فنحن الشكل اللي بدنا اياه هو هاد كمان نسحبه هيك ونحطه على الفيديو، فينا شوفوا نتحرك فيه برياحتنا. دبل كليك هيك منصير فينا نكتب شو ما بدنا. فأنا رح بلش اكتب المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية. اوكي هلأ هون شايفين هدول الحدود، فيني زيدهم هيك مثلا، هيك شايفين، هيك فينا نسحبه على النص، فينا نغير شكل الخط ولون الخط من خلال انه نحددهم دبل كليك. شايفين هون فينا نختار لون الخط اللي نحن بدنا اياه اللي بيناسب خلفية الفيديو، فمثلا تعالوا نختار اللون الازرق. وهون السايز فينا نكبر ونصغر، شوفوا تمام. هون شكل الخط مثلا نختار هاد، اذا حسيتوا اللون مو مناسب الخلفية بتختاروا لون افضل، اللون اللي انتو بتفضلوه. اوكي هذا مناسب لنفرض منيح، فأنتوا بتختاروا اللون ونوع الخط وشكل الخط اللي بيناسب المقدمة تبعكم. فأول جملة رح نكتب المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية. ثاني جملة رح نكتبها كمان، رح أخذ الانوتيشن وأخذ جملة جديدة وأسحبها وحدد، دبل كليك نكتب قسم الترجمة السمع بصرية سلاش السنة الثانية سلاش مادة الدبلجة. نفس الشيء بنتحكم بالأبعاد، بنسحبها هيك، بنسحبها هيك، بنحاول نعمل تناظر يعني بين نوع خط هاد وحجمه ولونه، وكمان نوع الخط هاد وحجمه ولونه. مثلا نحن اخترنا هاد سايزه 105، بنختار هاد سايزه 105، كيف بنحدده؟ بنروح هون نكتب 105.
هيك صار في تناظر بالحجم، او فيكن تصغروه مثل ما بتحبوا، بس انا عم بعطيكن الفكرة. كمان منغير اللون للون مثلا بتحبوا بيناسب خلفية الفيديو. انا رح اختار هالمرة مثلا ازرق غامق، يعني هاي فرض بس انا عم بعلمكن كيف منغير. اوكي، هاي المعهد على الترجمة والترجمة الفورية قسم الترجمة السمع بصرية سنة ثانية مادة الدبلجة. هلا اذا عملنا بلاي شوفوا. خلصت، شايفين هون خلصت الجملة، فنحن بدنا ننزل جملة تانية بزمن تاني. فكمان انا بروح بعمل بسحب جملة جديدة، فيني كمان حطها هون، يعني انا عندي خيار اني يا انزل هون لتحت على التايم لاين يا اما على الفيديو نفس الشي. فانا كمان هون رح اكتب جملة جديدة، تقديم المشروع لمادة الدبلجة مثلا. بعمل هيك نفس الشي وبحرك، فيني اعمل نفس الكتابة، يعني بكمل كتابة هون، يعني انا مثلا هيك شوفوا اذا بدي اياها تاخد روح واحدة بعنوان مثلا نحطهم فوق بعض مثلا بيداغوجيا الترجمة، هذا عنوان المشروع بنحطه هون، وبنغير كمان بالسايز واللون، كمان ناخد جملة جديدة يا اما بنسحبها لهون او بنحطها هون نفس الشي. هلا اذا حطيتها هون بتبدا بعد نهاية هاي الجملة، واذا حطيتها هون بتظهر سوا. نحطها هون، اكتب جملة جديدة مثلا الطالب بتن فوق بعض مثلا، هون كمان بنرجع نختار وبنحط هون جملة، يعني بعد ما انتهوا هدول الجملتين تظهر هاي الجملة. هلا هون بإشراف نقطتين فوق بعض، كمان نحدد الأبعاد منظبطها، بنحطها بالنص أو وين ما بدكن، بنغير اللون من هون بنحطها هيك. هون الساس اللي ما حكينا هون فينا نعمله regular أو bold أو bold italic أو شو ما بدكن، فأنا إذا عملتها bold بتروح bold. اوكي، وهاي كمان يفضل كله تعملوه بولد لحتى يطلع واضح، فانا بروح بعمله كله سميك بولد، شايفين؟ وهي هون بولد، وهي بولد، وهي بولد. اوكي، هلا نحنا حطينا الكتابة المطلوبة بالمقدمة مع اللوجو ومع كل شيء. هلا فينا نحط صورة الطالب، نروح على الميديا، نحنا ما حملنا صور. اوكي، حملنا نحنا صور متعددة، نفرض هاي صورة الطالب بنحطها جنب اسم الطالب. هلا هي نحنا لازم ننزلها شوي هيك لحتى تطلع حلوة. هون اسم الطالب، اوكي خلينا نغير اللون مثلا، هون اسم الطالب، فيكم تجيبوا الصورة لهون وفيكم تتحكموا بالحدود وتحطوها هون مثلا، حد يعني صورة الطالب حد الاسم، هذا بيعطي جمالية كتير كبيرة للطالب. هلا بدي أعلمكم على انه كيف نطفي حركات تعطي كتير جمالية للمشروع. بتروحوا مور، تختاروا شيء اسمه behaviors. هاي behaviors هي اللي بتطفي حركات كتير حلوة للمشروع. شلون؟ مثلا انا عندي هاي، اول شيء نحنا كتبنا المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية. هلا بنختار حركة، اي حركة بدنا اياها، هن هون نشوف انتو بتجربون كلياتهم، بتختاروا الحركة اللي انتو بترتاحوا لها. لنفرض انا بدي اختار هاي الحركة، بمسكها هيك وبنزلها على جملة المعهد العالي للترجمة، وكمان نفس الحركة بنزلها على قسم الترجمة السمع بصرية. فشوفوا اذا عملت بلاي شو راح يصير، شايفين؟ هيك عطت حركة كتير حلوة. رح ارجيكم على حركة جديدة، لنفرض هاي مثلا، شوفوا اذا حطيتها هيك ماشي، وهي
هاي عطيتها نفس الحركة. أنا أي حركة استخدمت هون ببين إذا عملته السهم، ببين اسم الحركة اللي مستخدمينها جامب، معناتها نحن بنروح على نستخدم لهاي نفس الحركة مشان يكون في تناسق بالحركات. هاي بنحطها هون ومنحطها كمان إذا بتكون على الصورة، ومنحط مثلا هاي الحركة لنفرض على هاي. تمام، هلا نحن حطينا لهم حركات للصور والجمل، بنعمل بلاي ونشوف شو رح يصير. شايفين كيف عم يعطي جمالية للمشروع؟ هلا من عند ليبراري من خلال برنامج في أصوات موسيقية مجانية خاصة ببرنامج كامتازيا بتتيح للمستخدم انه يستخدمها بمشاريعه. مثلا خلينا نسمع، لنفرض هاي بنعمل لها دبل كليك. شو بنعمل هلا؟ نحن عجبتنا مثلا اي مقطوعة موسيقية، كمان بنسحبها هيك على تراك فاضي وبنحطها مع بداية الفيديو. نعمل دبل كليك لحتى تبلش من البداية ونسمع. شوفوا هلا في شغلة، انه هون حسيت انه انا مدة الجمل قصيرة وما لحقت اقرا، فيني مدد الديوريشن تبع الجملة. يعني مثلا انا هون شوفوا، هلا انا هون فيني هاي زيحة هيك وهاي زيحة هيك وزيحة هيك، وفيني طول مدة الكلام. شايفين هيك؟ شايفين فيكم تمدوا طول الكلام أو تقصروا مثل ما بتحبوا هيك. هيك بنعملها على نسق واحد، وهي بنطولها شوي، وهي كمان الصورة بنعملها على نفس طول الجملة مشان يخلصوا سوا، يعني يبدوا سوا وينتهوا سوا. فخلونا نرجع نبدأ ونسمع. تمام، هلا في حال الموسيقى كانت أطول من مدة المقدمة، شايفين هلا هون قديش هي طويلة والفيديو هون خالص، فنحن بدنا نخلص من مثلا هلا نحن كتبنا كل شي بدنا اياه بالمقدمة وخلصت الانترو، وزاد بالفيديو شوي من هون. فأنا فيني أعمل حركتين، يا أما هيك برجع فيها هيك على موضع المؤشر، او عندي خيار مثلا بحدد وبعمل بهاي سبليت هيك. هاد الجزء انا ما بدي اياه زيادة، بعمل له ديليت. تمام، فكله بعمله على نفس النسق هيك، معناتها الميوزة بحددها هيك بكليك وحدة، بعمل لها سبليت وبتخلص من الزيادة. يعني هي انا بعمل لها ديليت. تمام هيك، هلا اذا بلشنا اسمعوا. اوكي، بس بدي اشرح لكم نقطة بسيطة بتتعلق بالمقدمة، واللي هي من عند مور في شيء اسمه audio effects. في عنا fade in و fade out. انا بفضل على طول مع نهاية كل فيديو مقدمة او outro في نهاية بسحبها هيك بعملها fade out. بمجرد ما عملت لها fade out شوفوا شو بيصير، يعني بتنتهي الموسيقى هيك بجمالية. هون كنت هاد نشرح كيفية عمل مقدمة لمشروع خاص بطالب أو بأي مقدم محتوى على اليوتيوب بكل بساطة. إن شاء الله أكون فدتكم بهذا الفيديو. إذا حبيتوا الفيديو اعملوا لي سبسكرايب ولايك وكومنت، وباي باي.
لأي سؤال حابين تطرحوه اكتبوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوب على جميع الأسئلة. لا تنسوا دعم لقناتي، سبسكرايب، لايك، وتفعيل زر الجرس. باي باي.